السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقيكم اليوم في درس جديد من البرمجة بلغة بايثون. اليوم سوف نتطرق إلى ديناميكية عمل الـ if statement وشرح جسد الـ if statement وهكذا. طيب خلينا ندخل على شرح الجسد. أوكي، الـ if statement تتكتب في البايثون بصورة دي: if condition هو الشرط، و statement وجواب الشرط. تمام، لازم تكون في بلوكات بالصورة دي. طيب بلوكات يعني شنو؟ طيب في البلوكات في اللغات البرمجية التانية تلقى مثلا زي جافا تكتب الاف داخل الأقواس، اوكي، او جافا سكريبت برضو تكتب الاف داخل الأقواس وتكتب جافا داخل الأقواس بالصورة دي، اوكي. فنحن في الاف في بايثون بنكتب الشرط وبعدين كولوم عشان نفرزه من جواب الشرط. تمام، وبدلا عن الأقواس استعنا بالبلوكات. تمام، فأنا إذا لما أكتب هنا أوكي، فأنا هنا داخل الإف، ولما أكتب هنا أنا كده خارج الإف. أتمنى تكون وضحت الحتة دي، لأنه إذا ما وضحت هتأثر تأثير كبير جدا في برنامجك. هشرح إن شاء الله في درس لوحده عشان الناس تفهمه وتاخد حذر منه. طيب خلينا ناخد مثال على الإف statement. طيب if state dot by not that if state dot by. طيب خلينا مثلا نعرف a يساوي 1 و b يساوي 2 مثلا، خلينا نديها شرط. طيب if a أقل من b، اوكي، بعدين نفصل بالكولوم. تمام، ونكتب داخل محور الاف. خلينا نكتب جواب الشرط، نقول له مثلا print good مثلا. تمام، نعمل سيف. طيب عرفت متغيرين a بيساوي 1 b بيساوي 2، دي عارفينها ما محتاجة تفسير، تعرف المتغيرات. طيب if هنا جينا لعمل الاف statement. if اذا كان a أقل من B، أوكي، بعدين أطبع لي، تعال لي جواب الشرط، أطبع لي good. تمام، فدي هنا ديناميكية عمل الـ if statement. خلينا نعمل run للسكريبت. طبع لي good عشان A أقل من B. تمام، فإذا كان مثلا الـ A أكبر من الـ B مثلا، هنشوف حقين شنو. طيب نعمل ما عندنا شيء. طيب في حاجة ثانية وهي ال else تتكلم مع ال if، وفي ال if تمام هنتعرف عليهم إن شاء الله في الدرس القادم، وديناميكية عملهم وهكذا. نلتقي إن شاء الله في الدرس القادم.